كان في أذية، اشتباكات، قصف على الطريق أنتم جايين، أو محل ما قعدتوا من أول ما تم، من أول ما طلعتوا يعني من نعم، من الرحلة؟ أول ما طلعنا كان في قصف شديد جدا جدا، وبس لكن السيارات كانت سرعتها مش معقول قديش هي، حتى قطعنا المسافة ووصلنا على المكان الآمن يلي جابونا عليه، وما فينا نحكي إلا إنه نقول الله يعطيهم العافية على الخدمة يلي قاموا فيها، وبنتشكر يلي وفدوهم لهالخدمة إلنا، كتر خيرهم من أكل وشرب ورفاهية وقواضي. في بعض الناس حكوا انكم بمغاره، او حاطينكم بمغاره او بالشارع او ما حدا، او ضروكم، وفي انه احدى الراهبات تم قتله. في شيء لا لا لا، هذا الشيء ما صار، وهي عددنا نحن 13 راهبه وثلاثه مدنيين، لكن بعدنا موجودين، هي قاعدين بفيلا جميله جدا جدا، ويعني انه جينا عليها، وهلا بعد يومين رايحين بالفور. محمد، ينتهي القصف عن الاماكن المقدسه، الجوامع والكنائس اماكن مقدسه، ويصير السلام. ونحن طلعنا من شده القصف، جماعة محبين حنونين أخذونا لعندهم، سحبونا ودارونا ودارونا كثير، وكثير متشكرين منهم، وما نقصونا شيء. الحمد لله. حدا بيحب يوجه كلمة أو حدا؟ لأنه كثير من الناس عم يستنوكم، بالأخص الناس اللي بتقربكم أو اللي بتخصكم. بتحبي تحكي شيء؟ توجهي رسالة للناس اللي بيحبوكم واللي عم يستنوكم. بقول لأهلي يعني بعد يومين رح يفرجوا عنا، نحن بخير. انتو فينا نقول مختطفين، محتجزين، رهائن؟ لا لا، ولا بس حطونا محل امان لانه كان شوية اشتباك. يعني ارتحتوا ان شاء الله من القصف؟ المعاملة كثير، نحن ان ارتحنا لهم، للأخوات اللي عملونا معاملة كويسة وجابونا من الدير من تحت القصف والضرب، ونحن ما غدرنا الدير غار من بعد أثر القصف والضرب، انجبرنا غادرنا الدير، جابونا جماعة وأمنوا علينا، وكثير كثير مبسوطين منهم، والله يوفق الجميع ويهدي الأخوان ويمنع كل هالمقاعد. بدهم يدعوا للشباب بالاسم، بس حفاظا على سلامتهم وحساسية الموضوع. معلش فيني نتفضل يا حجي. الله يهميهم ويحفظهم، ما شفنا منهم الا كل معامله منيحه وطيبه، ويهم الشباب يلي كثير كثير.